احنا نحترم الدستور. الدستور شو يقول؟ يقول العراق يؤمن باللامركزية، اللامركزية واقليم كردستان كواقع حال. طبعا اقليم كردستان بالدستور تعلم له الحق بوجود مكاتب تمثيل دبلوماسي، لديه حرس حدود. المادة 111 من الدستور تتحدث عن تقاسم في النفط والغاز ومسائل من هذا القبيل. فيه بعد آخر، يعني هي كونفدرالية مو فدرالية بالمضمون، ومع ذلك هم يستحقون. لكن أن ينتهي إلى تقسيم العراق، ثق لا هم ينعمون بالاستقرار ولا العراق عموما ينعم، لأننا لا نريد أن تكون سابقة يستفد منها البعض ويحصل ما يحصل. طبعا غريب أقول ذلك من مجتمع سني تعالت صيحات كثير من شخصياته بالاستقلال لما كان الوضع السياسي مربك وكان النزاع، وخرجت من خرج من التظاهرات والاعتصامات اللي طالب بالاستقلال. أنا مؤمن بالعدالة، العدالة أساس جذب الآخر، العدالة أساس لإقناع وثقة المواطنين بالدولة. لما تغيب العدالة تسمع طروحات متعددة ومتنوعة بهذا الأمر.